ونكمل مع بعض مادة 300. من أكره شاهدا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة. يعني أي شخص يجبر شخص على أنه يشهد شهادة زور أو على أنه ما يشهدش أصلا، هنا يعاقب بعقوبة الشاهد الزور مع طبعا مراعاة كل الظروف أو كل ملابسات الشهادة نفسها.